تخيل انه خيروك بين انه تنقذ حياة بيك او امك او حياة ابنك او بنتك، شو بتقول؟ ما بعرف شو السؤال. انتو كمان لا يقارنوا. ما قادر اصلا فكر بالموضوع، صعبة. ما شخص واحد بدي اختار؟ ما في. صعب. ما في اختار لا بين ام ولا بين بي ولا بين ولد. ما له جواب انه اثنيناتهم اهم من بعض. حياتي تروح وهن لا. اللي وصلنا له مش لعبه ومش مزحه ومش مزحه. كرمال ما نخسر يلي منحبهم، وكرمال نهزم هيدا الوحش. كونوا قد المسؤوليه.